الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن عن تعيين الجنوب أفريقي توم أبونجال توم حكماً للساحة بمباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشكل رسمي كشف عن الشعار الرسمي لنهائي كأس السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك الساعة 9 مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر على ملعب المملكة أرينا بالسعودية. بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت امبارح لمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا. فريق الكرة بالنادي الأهلي خاض مارانو قبل السفر النهاردة إلى السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي، وبدأ ماران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية، وخاض اللاعبين فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. بعثة منتخب مصر لجمباز الايروبكس غادر امبارح لمدينة بيسارو الإيطالية للمشاركة في بطولة العالم في الفترة من 27 ل 29 سبتمبر الجاري. منتخب ناشئي كرة اليد فاز على منتخب المغربي بنتيجة 40-15 في نصف نهائي بطولة أفريقيا واللي بتستضيفها تونس لغاية يوم 26 سبتمبر الجاري، وبكده بيتأهل منتخبنا إلى النهائي. الثنائية فريدة خليل وجنى عطية حققوا ذهبية بتتابع الشابات بمستهل مشوار منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 19 سنة واللي بتقام في ليتوانيا بين الفترة من 23 ل 26 سبتمبر الجاري، وجمع الثنائي فريدة خليل وجنى عطية 1309 نقطة ليحتل المركز الأول ويقتنصوا الذهبية الأولى لمصر متفوقين على ثنائي ألمانيا أصحاب الثاني برصيد 1271 نقطة وثنائي المجر أصحاب المركز الثالث برصيد 1233 نقطة. الثنائي محمد حسن وأسامة زكي حققوا ذهبية التتابع رجال في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 19 سنة، وجاء المصري أو الثنائي المصري في المركز الأول بمجموع نقاط 1430 بينما جاء المركز الثاني لصالح تشيك بمجموعة 1420، وجاء ثنائي كازاخستان في المركز الثالث بمجموع 1410 نقطة. فريق ريال مدريد الأسباني حقق الفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو وضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الأسباني لموسم 2024-2025، ليحتل ريال مدريد صدارة أو وصافة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة بينما يقع ألافيس في المركز الثامن برصيد 10 نقاط. فريق مانشستر سيتي حقق الفوز على فريق واتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة واللي أقيمت بينهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث. فريق تشيلسي حقق الفوز على فريق بارو بنتيجة 5-0 في المباراة واللي أقيمت بينهم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدور الثالث في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كاراباو. النتيجة دي بيتأهل بيها تشيلسي لدور ال 16 في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. طيب امبارح كان في مباريات مهمة جدا في كأس الرابطة الإنجليزية واللي جمعت ما بين مانشستر سيتي وواتفورد واللي فاز فيها السيتي بنتيجة 2-1، كمان تشيلسي وفريق بارو اللي انتهت بفوز تشيلسي 5-0.